مجددا اهلا بكم. اقيم اليوم في مقر فندق الفور سيزن بالرياض معرضا لاجتذاب الكوادر السعوديه عبر تقديمها عده وظائف لتاهيل الكوادر في مختلف الادارات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي، نتابع. نظم فندق الفور سيزون صباح اليوم المعرض التوظيفي الخاص بجذب الشباب السعودي للتوظيف بالتعاون مع نطاقات. ويقصد الفور سيزون بهذا المعرض جذب السعوديين من الجنسين للتوظيف في الشركة طبقا لاحتياج الكادر السعودي، خصوصا بوجود مؤهلات سعودية قادرة على العمل بهذا الاختصاص. طبعا الهدف الاساسي عندنا ان احنا نوظف اكبر عدد من السعوديين، لان احنا عارفين ان في السعوديه في كفاءات عاليه جدا، وده يهمنا ان هم يتعرفوا ايه اللي ممكن فندق فور سيزن يقدمه لهم. العمل اهم حاجه للشباب وفرصه ممتازه ان هم يطوروا نفسهم مع الشركه بتاعتنا او مع فندق فور سيزن عالميا. الشباب ممكن بيطوروا نفسهم، بيوصلوا ان احنا الشركه متفرعه كمان، خلال عندنا حوالي 91 فندق عالميا، عندنا افرع كثيره. نفسنا ان هم يجوا يتعرفوا على ايه اللي بيقدمه الفور سيزن الشباب والشابات، وإن شاء الله يبقوا ضمن الفريق اللي موجودين معانا دايما. احنا هنا اهم حاجة لنا النهاردة اللي احنا نبين للشباب وشابات السعوديات ايه امكانيات التوظيف والشغل في الاوتيلات، ايه الاقسام المختلفة، يقدروا يبتدوا منين، يتعرفوا على مجال شغل جديد ليهم في السعودية. وطبعا احنا عايزين ننمي السوق والموظفين السعوديين، فاهم حاجة نديهم البداية، نقول لهم تعالوا اتفرجوا شوفوا ايه اللي موجود، تعرفوا على الحاجة ومن هنا البداية. والتنظيم الذي طرحه الفندق يهدف إلى تعريف المتقدمين للوظائف بتشكيل العمل بالداخل الذي لا يشتمل فقط على خدمة الغرف، بل يكون فيه قسم المحاسبة والإدارة وغيره من الأعمال الفندقية كشركة تستهدف استقطاب الكوادر السعودية. نشوف المعرض جيد جدا وأكثر من جيد جدا، وأشكر إخواني السعوديين على تعريفنا على أسامي الوظائف اللي هنا أو إيش موجود. بس علشان أغير نظرة الناس لأي وظيفة، يعني أحب أقول لهم أن السعودي يعني يشتغل في أي وظيفة، في أي وظيفة كانت. حول هذا الموضوع يحدثنا الأستاذ نايف التميمي مدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالفور سيزن. أهلا بك أستاذ نايف، شكرا لحضورك. حياك بالخير، هلا فيك. دعنا نتحدث بداية عن الهدف من إقامة هذا المعرض الذي يكون في الفور سيزن، ما هو الهدف تحديدا؟ الهدف الأساسي هو طبعا هي بداية الفكرة جت بعد الزيارة الأخيرة لسمو الأمير الوليد بن طلال للفور سيزن، وكان من أحد اهتماماته الرئيسية أنه نضيف ونزيد عدد السعوديين ونسبة السعودية إلى 50%. طبعا هنا بدأت فكرة أنه إحنا كيف نقدر نجذب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي، خصوصا أنه عندنا يعني نسبة 75% من الوظائف بداخل الفندق هي وظائف خدمية. فقلنا هو أفضل عمل نقدر نقوم فيه إنه إحنا نعمل فكرة مصغرة لفندق بجميع أقسام الفندق، لنشرح للشباب السعودي إنه بالفندق في مجالات كثيرة نقدر نوظف فيها السعودي، والمجالات هذه تشمل أقسام مختلفة ليست محصورة على أقسام تقليدية كالاستقبال أو خدمات الغرف أو المطاعم. في أكثر من كذا يعني الشاب السعودي يقدر يقدم عليه. كمان ونعطي فرصة لجميع الشباب السعوديين سواء كانوا من خريجين جامعات أو ثانوية عامة أو متوسطة أو ما حصلوا شهادة دراسية، أنه في فرصة عمل وظيفية موجودة لك بداخل الفندق. فكانت فكرة المعرض أنه نعمل معرض أو يوم توظيف مع معرض،
بحيث أنه يدخل المتقدم السعودي أو الشاب السعودي ويتعرف على جميع الأقسام، وبعد ذلك يبدأ باهتمامه إلى أي قسم ارتاح أكثر ويقدم للعمل ويكون في توظيف مباشر. إيش الأقسام اللي طرحتوها للشباب وعرضتوها على الطاولة أمامهم؟ إحنا عرضنا الفندق، يعني أنتم ذكرت لي قبل قليل أنها يعني أقسام غير تقليدية تقريبا عرضت على الشباب. أي طبعا هي إحنا مثلا يعني إحنا عندنا قسم مثلا خدمات الغرف وهو من الأقسام الرئيسية في الفندق. خدمات الغرف يشمل أقسام كثيرة، منها مركز رجال الأعمال، منها مركز الاتصالات، منها الاستقبال، خدمات النزلة، التدبير المنزلي والمغسلة، ففي أقسام متعددة كثيرة. وبعدين قسم الأغذية والمشروبات، وبعد ذلك نجي لقسم المبيعات والمختلف الأقسام الموجودة فيه، منها العلاقات العامة، مبيعات الغرف، مبيعات الحفلات، وثم إلى الأقسام الإدارية الأخرى بما في ذلك الهندسة أو الانجينيرينج ديبارتمنت اللي تعني بجميع خريجين الكليات التقنية عندهم فرص وظيفية عمل بالنسبة لدينا يعني بالفندق، وكذلك قسم المحاسبة وقسم الموارد البشرية والتدريب والتطوير. فغالبا الفندق يعني يشمل داخل الفندق يشمل عدد وظائف مهولة وكبير، وممكن جميع أو أكثر المتخرجين من الجامعات يلقون فرص عمل وظيفية عندنا. فإحنا حبينا أنه نعطي الفكرة هذه، والحمد لله لاقت إقبال جيد جدا يعني لليوم الأول. نعم، صناعة الفندق والسياحة صناعة جديدة ناشئة في السعودية، ربما أحد أهم التحديات لديكم هي قضية التدريب على رأس العمل، وحتى التدريب كواليفايد أنه يكون هؤلاء الأشخاص مؤهلين. كيف تواجهون في الفور سيزن أو كيف ستتعاملون مع هذه النقطة تحديدا؟ هل هناك برامج تدريبية معينة يقيمها الفور سيزن لهؤلاء الشباب يتبنى هذه الفكرة؟ طبعا شركة الفور سيزن من الشركات الرائدة في مجال الفنادق، وهي يعني من شركات المصاف الأول لم تكن الأفضل في التدريب والتطوير. ففي برامج معمولة بعناية للتدريب والتطوير الشباب السعودي في الانخراط بالعمل الوظيفي. احنا مثلا يعني من الأشياء اللي نقدمها دراسة اللغة الإنجليزية. احنا عندنا معهد خاص للفور سيزن داخل المركز داخل الفندق يدرس لغة إنجليزية، وهذه من أحد المميزات اللي يحصل عليها الشاب السعودي اللي ما تكون عنده فرصة أو لغة إنجليزية جيدة. وأثبتت تجارب مع الوقت تحسن الأداء بالذات في اللغة الإنجليزية. طبعا ناهيك عن تدريب إداري وتدريب مهني داخل العمل من فريق العمل اللي موجود بإشراف المركز الرئيسي للإقليم اللي احنا موجودين فيه اللي هو بجنيف على جميع البرامج التدريبية اللي هو التدريب على رأس العمل. إيه نعم. هل كان الإقبال وابتعاث كذلك يعني؟ هل كان الإقبال مرضي لكم في أول يوم من هذا المعرض؟ والله هي التجربة بحد ذاتها تجربة فريدة يعني. إحنا كفور سيزن رائدين في قيادة تجربة توظيف أو يوم مهنة بالشكل اللي صمم عليه اليوم المهنة بالفور سيزن اليوم. والحمد لله جاتنا إشادات كبيرة من مسؤولين حاضروا للمعرض، لأنه خدمنا فيه كذلك حتى يعني في شركات فنادق أخرى من اليوم اللي عملنا له، لأن عملنا يوم توعوي للعمل الفندقي. فالناتج جدا ممتاز يعني. إحنا عملنا اليوم المهنة عندنا اليوم واحد، وتقريبا الآن يعني عدد المتقدمين واصل إلى اللحظة هذه، إحنا بننتهي على الساعة 10 مساء، إلى اللحظة هذه تقريبا جاينا حول 450 متقدم، وهو يعتبر عدد ممتاز جدا، خصوصا إحنا مستهدفين 100 وظيفة خلال اليوم. إحنا جانا ضعف وزيادة طبعا. وكذلك يعني عندنا الهيئة العليا للسياحة وبطلب من الهيئة أنه الأعداد تزيد يعني من المتقدمين، نتعاون معهم ونوصلهم للهيئة العليا للسياحة للتواصل معهم في فرص أخرى قد تكون في أماكن أخرى. طيب لمن يشاهدنا كيف يتجه هؤلاء الشباب، لمن يريد ربما مستقبل الاتجاه لكم، كيفية التقديم بس قضية المعرض؟ غير قضية المعرض طبعا احنا نستقبل في قسم الموارد البشرية جميع المتقدمين، يقدرون يجونا بشكل مباشر أو بإرسال
السيرة الذاتية عن طريق الفاكس أو عن طريق الإيميل. إحنا عندنا موقع بالفيسبوك وموقع بالتويتر وموقع بشكل عام في الإنترنت riyadforseason.com، يقدرون يتواصلون معنا خلال الطرق هذه. استدراك لحديثك ربما عن هيئة السياحة وأن الفائض يوجه إلى هيئة السياحة، هل لديكم نية مستقبلية أو هل عقدتم شراكات مع مثلا برنامج نطاقات، وزارة العمل، هيئة السياحة طبعا لدعم برامج مستقبلية؟ نعم من هالنوع؟ نعم. أحد شركائنا الرئيسيين اليوم هو طاقات، وهو بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية كانوا موجودين عندنا في القاعة وشاركوا باستقبال المتقدمين. كذلك اليوم احنا وقعنا اتفاقية عمل مشترك مع معهد الحكير العالي للسياحة والفنادق بتوظيف ما يقارب 60 وظيفة خدمية سنتعاون فيها مع المعهد وصندوق الموارد البشرية. هذه من الإنجازات اللي حققناها اليوم، وهي إنجازات مهمة جدا. التقديم طبعا يشمل الجنسين ذكور وإنثى. أي نعم، التقديم يشمل الجنسين. شكرا جزيلا لك الأستاذ نايف التميمي، مدير عام إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالفور سيزن. شكرا جزيلا لحضورك معنا. ننتقل أعزائي المشاهدين لفاصل ثم نعود.